ما انتشر على السوشيال ميديا او ما نشر على السوشيال ميديا من زواج ميرفت امين. ميرفت امين زوجوها من ناس كتير قوي. طبعا هي فعليا تزوجت المطرب السوري موفق بهجت سنه 70. هي ممثله مصريه مواليد 48، اب مصري ام اسكتلنديه. طبعا الجمال ده لازم يبقى فيه فرع خواجاتي. تزوجت من ايضا احد المشاهير الرياضيين في الخمسينات. تزوجت من عازف الجيتار عمر مرشد الله يرحمه. تزوجت من مصطفى صاوي رجل اعمال. تزوجت من محمود قابيل وتم انفصالهم. ثم تزوجت من حسين فهمي وانجبت منه الله. وتزوجت من حسين القله المنتج الفلسطيني. تزوجت من مصطفى البليد رجل الاعمال. اليومين دول انتشرت صوره هي تزوجت من نور رجل اعمال ورجل بورصه. هي قالت النهارده ان دي كلها اكاذيب والاشاعات يا اما بتموتني يا اما بتجوزني.